السلام عليكم، معكم حسين مينيكوب. اليوم راح أتكلم عن جهاز تبييل اللحوم والدجاج بشركة بايرو الأمريكية. تعتبر متبلة اللحوم VTS 42 من الأجهزة المفيدة لمطعم البروستد والمشويات والستيك، لأن وظيفته يخلي اللحوم تتشبع بالخلطة والبهارات اللي يتميز فيها مطعمك. سعة البرميل هي 18 كيلو جرام، يعني تقريبا 18 دجاجة، وقوة ماكينته هي 1.25 حصان. من الأشياء اللي يتميز فيها هذا الجهاز إنه يعطي كل قطعة موجودة في البرميل حقها من التتبيل، لأن أساساً البرميل لما يدور يوزع التتبيل على كافة القطع، وهذا الشيء اللي يخلي طعمهم مميز بعد ما تخلص من قليها أو شويها. وهذا الجهاز يوفر عليك الكثير من الوقت ويعتبر خيار أفضل للتتبيل من طرق التتبيل الأخرى زي التتبيل اليدوي أو الحقل. بشكل سريع بعرفكم على عناصر موجودة في الجهاز. هذه الأنبوبة هي المكان اللي جمع فيها السوائل الغير مطلوبة والصادرة من العناصر الموجودة، وهذا الهوز اللي يتوصل في البرميل اللي راح يسحب الهواء من الداخل، وهو يعطي نتائج تبهير ممتازة في وقت قصير. الحين راح استخدم هذا الجهاز في تتبيل قطع الدجاج. ضروري تهتمون بالخطوات. شكرا على المشاهدة، ولمزيد معلومات رجاء زيارة الموقع equip.com.